القشطة وحلاوة الجبن. يعني نحن اليوم نعرف أنه مشبك وعوامات وردة هو من الأقدم بالصليبة وبلادية كلها. أدي صار له المحل؟ هلأ المحل هو قديم يعني من أيام الوالد الله يرحمه، هو اللي أسس الموضوع هون من أكثر من 60-70 سنة هذا الحكي، والحمد لله استلمنا نحن وتابعنا على نفس المسيرة إن شاء الله متابعين. خليني أقول شو اللي بيميزكم يعني اليوم أنتوا هيك عن جد، ليش هيك سمعتكم ما شاء الله مثل الفل، ليش الناس بتقصدكم؟ هلا نحن ما نحن اللي بنميز حالنا يعني، الحمد لله الناس هي اللي بتميزنا، الناس هي اللي بتعطينا الكلمة الحلوة بالطعم الطيبة، الحمد لله رب العالمين. ويعني هيدا التأسيس الأساسي هو الوالد ونحن ماشيين على نفس المنهاج إن شاء الله. طيب نحكي عن صناعة المشبك والعوامات مثلا، ليش بيحبون الناس، كيف إقبال الناس عليهم؟ هلأ هو الإقبال الحمد لله كل على مدار السنة كويس الإقبال، بس برمضان بيصير أضعاف الحمد لله رب العالمين. يعني هي إجمالا كل الأكلات الرمضانية، وهي هالأكلة بالذات هي أكلة شعبية، فالحمد لله الإقبال كتير عليها كويس. يعني برمضان بالذات كتير قبل الفطور يعني بساعة ساعتين بيكون كتير الإقبال كويس الحمد لله. اليوم نحن خلينا نقول هالسنة بيميز رمضان هو صوت المدفع، يعني نحن كأولاد ربينا على صوت المدفع وعلى أنه ضرب الطوب، نقول ضرب الطوب. حسيت بهي النكهة؟ هيدي نكهة جديدة يعني جديدة قديمة، هي القديمة ونسيناها والحمد لله هلا عم نرد نجدد هالذاكرة. اي والله الحمد لله رب العالمين. هلا المشبك والعوامات هن خلينا نقول السهل الممتنع، يعني انا بزماني جربت اعمله فقعت بوشي يعني، فهي كعجينة بسيطة ولكن لها هيك خصوصية. ما اكيد هي يعني كل صنعة لها سر، وسر العوامة هو اني بطق اذا الواحد ما عرف اصوله. نعم نعم نعم. ان شاء الله بينعاد عليك يا رب وتضلوا بالف خير ورمضان كريم يا رب. ان شاء الله تضلوا بصحه وعافيه وكل عام وانتم بخير جميعا ان شاء الله. الله يبارك فيكم، اهلا وسهلا فيكم، شرفت. اللي بيميز حلاوة الجبن بحمص، يعني هي ليش نحن اليوم نرقد لنجيب حلاوة الجبن الحمصية؟ هلا هي حلاوة الجبن انعرفت بحمص وحما. متوفرة الجبنة عنا يعني المنطقة الوسطى معروفة انه الجبنة واللبن وهالأشياء، وحلاوة الجبن يعني انعرفت بهالمنطقتين هدول، والحمد لله كل العالم تنزل على حمص مثلا بدها تجيب معها حلاوة الجبن، يعني ما في يعني متى ما ننزل على حمص بوصوها حلاوة الجبن، فنحن اجينا على هذه كلياتنا. أهلا وسهلا فيكم. هلا بيميز رمضان هي هي لقمه الحلو بعد الافطار، خلينا نحكي عن الاصناف اللي عم تقدموها انتم هون او عم بيعوا. هلا نحن الصنف الاساسي يعني هي حلاوه الجبن، هي حلاوه الجبن مطلوبه برمضان، في عندك حلاوه الرز، في عالم تحب السحره باردي، في عندك الوربات، في النهش، في النهش هي عجين بقلاوه ومحشيه قشطه بلديه وعاملينها بشكل مرتب يعني، وفي الوربي
وفي بقلاوة بقشطة، في نمورة بقشطة، في عاملين صنف هاي صدفي كمان بقشطة بلدية، في غريبة بقشطة، وفي بقلاوة ملوكية، في عندك حلاوة الجبن بقشطة بلدية. طب شو أكتر شيء مرغوب يعني أكتر صنف خلينا نقول اليوم نحن برمضان الناس بترغبوا؟ يعني شفت أشكال وأصناف كتيرة مثل ما ذكرت حضرتك للبقلاوة والصدفة، شو الناس بترغب أكتر شيء يعني أكل القشطة يعني بشكل عام؟ هي القشطة مع طبيعي إنه برمضان العالم بتحب الدسم بعد يعني بعد ما بتاكل شغلة فيها قطر وتكون دسمة شوي مشان تقيتها تاني نهار. حلاوة الجبن هي الأساس يعني هي الأساسية بالإضافة لأكلات القشاطة، يعني أكلة القشاطة البقلاوة بقشطة وهدول كتير مرغوبين هلا بعد رمضان منخففهم شوي بس بيتموا مطلوبين، بس برمضان أساسيين يعني أكلة القشطة لازم تكون أساسية برمضان. طب كيف شايف هالسنة رمضان يعني بغلاء الأسعار كيف إقبال الناس؟ يعني السنة الماضية كان رمضان كتير صعب علينا اللي هو رمضان الزلزال، وهالسنة كيف شايف إقبال الناس بشكل عام؟ والله الحمد لله يعني هلا هو رمضان بيجي وبيجي الخير معه، وسبحان الله هلا اليوم مطر الله يبعث الخير يا رب. الإقبال ماشي الحال يعني مقبول، ما يعني ما فيني أقول لك إنه والله جيد وما فيني أقول لك إنه سيء، مقبول. بس يعني بالنسبة للغلاء الوضع جيد يعني مقبول. إن شاء الله رمضان كريم بينعاد عليكم يا رب، وضلوا بهمتكم، ويعني وأكيد نحن بنقول لكم يعطيكم ألف عافية يعني كل هالناس اللي عم تشتغل هيك بفترة اللي هن صايمين. إن شاء الله يا رب إفطار مبارك يا رب. عليكم يا رب، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالخير يا رب. أهلا وسهلا، شرفتوا، ميت مرحبا. بعض منها اليوم افرانكم افران غزال قد ايه صار له؟ قد ايه صار لكم هون بالسوق؟ 190. طب احكي لنا عن شهر رمضان هيك يعني كيف عم يكون؟ اول افضل من هلا بكثير، احلى هلا كان احلى وعالم ولمة والعالم تنزل مبسوطه تطلع مبسوطه، خلاف شوي هلا. حتى عم يقولوا الاقبال اخف يعني هالسنه الاقبال اخف يعني اخف كثير. والله ما في شغل، والله ما في شيء يعني احنا عاد اول رمضان اخر رمضان تقريبا الشغل كويس، هلا شغلنا يومين كويس ووقف. طب شو عم تقدموا برمضان عمو؟ عم نقدم باكيت الفرنسي. الباكيت الفرنسي الكاك المعروف السيوة
السيوة تقطيع وقطع السيوة. العالم بتحب المعروك يمكن؟ كتروا بالبلد كتروا كتير. صار الصيبة ما تحمل الشيء هذا كله. بس الله يرزق العباد كلها. يعني العالم بدها تعيش. عمو هالسنة رجعوا مدفع رمضان، تتذكر أنت مدفع رمضان؟ لكان على الدبشية فوق على الطابية يعني المستشفى. كنت تطلع على المدفع؟ كانت سكنة عسكرية من أول. أنا بحد لها بطالع عليها. كان من بيت زهرة كمان اللي مسحراتي بيقولوا أكثر من واحد. ابن زهرة من حر الشحيدي كان يبيع جميز أيام الصيف. فران هو فران كمان. كنت تشوف المدفع وقت اللي حضروا ليضربوا الطوب برمضان؟ كنا وليدات نتفرج عليه بايامه. يحكوا لنا اهالينا على هالقصص، نحن هلا مبسوطين انه رجع المدفع. انا مستشفى الطابيه وهنيك كنا كانت دبشيه اسمها. ممنوع المرور علي هنيك، منطقه عسكريه كانت. بس انا بعرف المدفع. عمو المعروك شو عم تقدموا فيه؟ يعني عشو شو الطعمه؟ قشطه. مع المربى وجوز الهند ومربى وجوز الهند وشوكولا وخبزة رمضان هيك في إلى أنواع ولا لا هي نفسها هي ما تغيرت معروفة شكل وطعمين.